السلام عليكم تلاميذ وتلميذات المستوى الثاني، مرحبا بكم في مكون الاستماع والتحدث، الوحدة السادسة، الحفلات والأعياد، الأسبوع الثالث، حكاية إخوة في العيد. الهدف تعرف عناصر الحكاية. أتمنى لكم متابعة شيقة. استمعوا إلى الحكاية، أنصتوا جيدا. في قرية من القرى كان لرجل ثلاثة أطفال، هم مروان وعثمان وغزلان. وعندما اقترب العيد قال الأب لأبنائه: ماذا يريد كل واحد منكم أن أشتري له في العيد؟ قالت غزلان: أريد دمية. وقال مروان: أريد كرة. وقال عثمان: أريد آلة حاسبة. قال الأب: جميل هذا، ولكني لا أستطيع الآن أن أرضيكم جميعا، ولذا سأشتري لصغراكم غزلان دمية. أفاقت غزلان من نومها فوجدت الدمية قرب وسادتها، فرحت بها، ولكنها تذكرت أن أخاها مروان يريد كرة، فقصدت دكان القرية وأخذت الكرة عوض الدمية. استيقظ مروان فوجد إلى جانبه الكرة، ارتاح وفرح بها كثيرا، غير أنه تذكر أن عثمان يريد آلة حاسبة، فأسرع إلى الدكان وأخذ الآلة الحاسبة بدل الكرة. وجد عثمان آلة حاسبة على مكتبه ففرح بها كثيرا. تعجب صاحب الدكان وأخبر الأب بأمر استبدال أطفاله للعب. سكت الأب قليلا ثم قال: لا بأس، أعطني الدمية والكرة وهاك ثمنهما. عاد الأب إلى البيت مرتاحا مسرورا، يحمل الدمية والكرة وملابس جديدة مكافأة لأبنائه، لأن كل واحد منهم فضل أخاه على نفسه. إذن عن ماذا تتحدث الحكاية؟ تتحدث الحكاية عن ماذا؟ إذن تتحدث عن إخوة في العيد، عثمان وغزلان ومروان. إذن أنصتوا مرة أخرى إلى الحكاية. في قرية من القرى كان لرجل ثلاثة أطفال، هم مروان وعثمان وغزلان. وعندما اقترب العيد قال الأب لأبنائه: ماذا يريد كل واحد منكم أن أشتري له في العيد؟ قالت غزلان: أريد دمية. وقال مروان: أريد كرة. وقال عثمان: أريد آلة حاسبة. قال الأب: جميل هذا،
لكني لا أستطيع الآن أن أرضيكم جميعا، ولذا سأشتري لصغراكم غزلانة دمية. أفاقت غزلان من نومها فوجدت الدمية قرب وسادتها، فرحت بها، ولكنها تذكرت أن أخاها مروان يريد كرة، فقصدت دكان القرية وأخذت الكرة عوض الدمية. استيقظ مروان فوجد إلى جانبه الكرة، ارتاح وفرح بها كثيرا، غير أنه تذكر أن عثمان يريد آلة حاسبة، فأسرع إلى الدكان وأخذ الآلة الحاسبة بدل الكرة. تعجب صاحب الدكان وأخبر الأب بأمر استبدال أطفاله للعب. سكت الأب قليلا ثم قال: لا بأس، أعطني الدمية والكرة وهاك ثمنهما. عاد الأب إلى البيت مرتاحا مسرورا، يحمل الدمية والكرة وملابس جديدة مكافأة لأبنائه، لأن كل واحد منهم فضل أخاه على نفسه. ننتقل الآن إلى تحديد عناصر الحكاية. حكاية إخوة في العيد. العنصر الأول هو الزمان. إذن متى استيقظت غزلان أو متى أفاقت؟ إذن أفاقت في الصباح. نعم. العنصر الثاني المكان. نعم. إذن أين وقعت أحداث الحكاية؟ أين؟ إذن وقعت في قرية من القرى. نعم. أين اشترى الأب الدمية؟ أين اشتراها؟ إذن اشترى الأب الدمية في دكان القرية. إذن دكان القرية هو المكان. نعم. أين ذهب الأب عندما خرج من عند صاحب الدكان؟ أين ذهب؟ ذهب إلى البيت. إذن البيت هو المكان. نعم، ذهب إلى البيت يحمل معه الهدايا. العنصر الثالث الشخصيات. إذن شخصيات الحكاية هي رجل، غزلان، عثمان، مروان، وصاحب الدكان. نعم. العنصر الرابع الأحداث. إذن هل اشترى الأب جميع الهدايا التي طلبها الأبناء؟ لا. إذن اكتفى فقط بشراء الدمية. إذن اشترى الأب دمية لغزلانة. نعم. وماذا فعل الأطفال؟ ماذا فعل الأطفال عند صاحب الدكان؟ إذن استبدل الأطفال اللعبة عند صاحب الدكان. الحدث الثاني، استبدل الأطفال اللعبة عند صاحب الدكان. نعم. وماذا فعل صاحب الدكان؟ إذن تعجب صاحب الدكان. من ماذا؟ تعجب بما فعله الأطفال الثلاثة. نعم. وفي الأخير ماذا فعل الأب؟ إذن عاد الأب إلى البيت مسرورا، يحمل معه الهدايا. إذن اشترى الأب الهدايا مكافأة
لأبنائه. لماذا؟ لأن كل واحد منهم فضل أخاه على نفسه. إلى اللقاء في حكاية جديدة إن شاء الله.